تقوم راس وتنتهي راس وتغير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، انطلاقه شوط الختام لهذا اليوم ولمنافسات سن الزمول والحيل مع انطلاقه هذا الشوط، شوطنا الثالث عشر، وتابعنا قبل هذا الشوط 12 شوطا رافقتنا بمنافسات جميلة ورائعة وانطلاقات مميزة بتشكيل المنافسة والشعارات التي انطلقت باحثة عن الناموس وعن التتويج في هذا المهرجان، المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد، بانطلاقات ومنافسات سن الصغار والكبار، وبتواصل هذا السن في هذا اليوم التواصل مع المركز الأول ليارا شكرة على أول المراكز. فهد بن حصين بن فهد الرمزان النعيم يقدم لنا شكرة على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني التواجد من قبل ثاني المراكز والتقدم الملحوظ من قبل حضور محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتب يقدم لنا حضور على ثاني المراكز. المركز الثالث التقدم من زاهية لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين رابع المراكز. أتابع من الجانب الأيمن انطلاقة نهاب مسلم بن علي بن دري المنصوري، وخامس التحديات انطلاقة مذيار لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي على المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء المنطلقة والمتنافسة بانطلاقتها المميزة وبمسيرتها الحافلة بالإنجازات، ولكن أعود إلى زاهية من تنطلق مع الصدارة بهذا الانطلاق الزاهي، بهذا التواصل الجميل وانطلاقة شعار صائد الرموز مع المركز الأول ومع المقدمة بتشكيل المنافسة مع زاهية لزايد بن محمد بن غانم السيف الخيارين. من يقدم لنا زاهية ليزيد الرصيد بالإنجازات مع تقدمها. المركز الثاني التواجد من حضور وحضور شعار صعب المضمرين مع انطلاقة حضور مع المركز الثاني، كما تواجد شعاره في الشوط الذي انقضى قبل قليل مع بداية، ونحن في بداية مسار هذا الشوط يبحث عن النقطة الثانية في هذه الفترة المسائية مع انطلاقة حضور. تعود الملكية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يقدمها مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى تقدم شعار المنصوري مع تواجد نهابة من تقدمت لتنهب المراكز المتقدمة لتنهب الناموس الغالي في هذا المهرجان، مع تقدم شعار بن دري مسلم بن علي بن دري المنصوري. المركز الرابع أتابع شقرة يا من ترى هذا الشعار وترى شقرة مع المركز الرابع. تعود الملكية لفهد بن حصين بن فهد الرمزان النعيمي، لديه انطلاقات كالفهد مع تميز هذا الشعار ومع حضوره وتقدمه دائما وابدا بانطلاقات الصغار وسن الفواجات، وايضا مع الحضور الجميل مع انطلاقات الكبار. المركز الخامس أول نداء للدرعية، أتت الدرعية مع المركز الخامس وتقدمت بشعار حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يقدمها بالتضمير. جابر بن حمد بن جفير المري من يدير أو يتابع الدرعية مقدما لنا هذا الدرع الجميل وهذا الشعار المميز، مع أيضا سجلات الحافلة ومع حضوره الجميل في هذا المهرجان، مع أيضا الجوائز العينية والمنافسة الرائعة بأشواط الرموز. هذا هو النداء الثاني للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة والمتنافسة، ولكن أعود مع الزاهية، أعود مع انطلاقة أول المراكز ومع الانطلاقة الأولى. أرى تقدم الزاهية لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيرين مع الانطلاقة يتابعها غانم بن
منصور يراقبها من غرب بانطلاقتها الجميلة ويتابع انطلاقتها الرائعة، ولكن المركز الثاني غيرت مجريات هذا الشوط، انطلقت مع الصدارة تواجدت نهابة، وكما أسلفت تقدمت نهابة لتنهب أول المراكز ولتنهب الناموس مع تقدمها الملحوظ ومع مسارها المميز، ومع المركز الأول تعود الملكية لمسلب بن علي بن دري المنصوري، وبن دري يداري أيضا انطلاقة وتقدم أول المراكز مع نهابة ومع الانطلاقة الجميلة، والمركز الثاني صعب المضمرين بن مرخان على المركز الثاني في كل زمان، يتواجد شعار بن مرخان مع انطلاقات على أرضية هذا الميدان ليشكل المنافسة على أرضية ميدان التحدي، وانطلاقة وتواجد حضور لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي مع المركز الثاني، مع أيضا انتصاف المسافة وانتصاف قصة ورواية وحكاية هذا الشوط، وما زلنا في قصة جديدة في رواية مثيرة بمنافسة هذه الزلل الأصائل المنطلقة بعملية البحث عن كلمة الناموس وبانطلاقة الشعارات التي تشكل المنافسة والقوة. المركز الثالث شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي يقدم لنا شقرة مع المركز الثالث، ولكن شعار حمودة بدأ ينطلق مع المركز الثالث ليقتنم المراكز المتقدمة. حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري الرجل الاقتصادي يقدم لنا الدرعية مع المركز الثالث. المركز الرابع تواجد وتقدم شقرة لفهد بن حسين النعيمي. المركز الخامس يا لحلات الصدف من تحمل الرقم 5 التواجد من السايحة أتت في سياحة مع المراكز المتقدمة، يقدم لنا السايحة عبيد بن سالم بن سعيد الكعبي مع المركز الخامس، ومع أيضا الانطلاقة الخماسية الجميلة الخماسية الماسية في هذه الفترة المسائية، ونذكر بأن جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن تي 2 هي الجائزة المقدمة لمن سيحظى على أول المراكز، لمن سيعانق الناموس، الناموس بالانتظار، السيارة أيضا بالانتظار، من سنهني بناموس هذا الشوط، من سنبارك له بهذا الشوط وبشوط الختام وبانطلاقة هذا السن ومنافسة سن الحيل، شدوا الحيل احل الحيل مع انطلاقة وتواجد المنافسة المثيرة والانطلاقة المميزة. المركز الاول نهابة ما زالت ناهبة للصدارة منطلقة مع المقدمة متميزة بشعار سلم بن علي بن دري المنصوري، ما زال شعارك يا بن دري متحمل المسؤولية قائدا لزمام الامور، مسيطر على الصدارة محكم القبضة مع المقدمة ويتربع على عرش هذا الشوط، ولكن حضور على المركز الثاني يتابعها الجمهور يرافقها الجمهور مع انطلاقة ثاني المراكز، حضور تعود الملكية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. المركز الثالث التواجد من قبل تواجد الدرعية حمودة بن غانب بن علي بن حمودة الظاهري وجابر بن جفين يتابعها، ولكن رزايا يا بن جفين انطلقت مع المركز الثالث، تقدمت بشعر زايد بن منصور بن غانب آل سيف الخيارين، والمركز الرابع وتابع شقرة لفهد بن حسين الرمزان النعيمي. المركز الخامس من
الجانب الأيمن، تقدم السايحة لعبيد بسالم بسعيد الكعبي مع انطلاقته خامس المراكز، ومع هذه التحديات ومع هذه الإثارة ومع القوة والإبداع والإمتاع أعود والعود أحمد مع الصدارة مع المقدمة ومع نهابة، نهابة مع الصدارة، نهابة مع القيادة، هي الأقرب لناموس هذا الشوط. إن لم يكن هنالك رأي آخر لدى بن مرخان ولدى قارب منصور ولدى الكعبي والنعيمي وهنالك الأسماء القادمة، ولكن الصورة ما زالت تنقل لنا نهابة والأسماء المرافقة بالانطلاقة بالتميز. نهابة تعود الملكية لمسلب بن علي بن دري المنصوري والمركز الثاني، تقدم من قبل ثاني المراكز، حضور على المركز الثاني محمد بن سلطان بن مرخان يرافق حضور المركز الثالث زاهية لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيرين مع المركز الثالث، ولكن الكيلو الكيلو الأخير كيلو العمليات كيلو الصراع، بدأت نهابة تقص شريط الكيلو متر الأخير وتنطلق مع الصدارة مع القيادة مع الريادة مع السيطرة، ولكن حضور بدأت تثبت حضورها وتثبت الحضور لهذا الشعار مع انطلاقة الجمهور، ومع أيضا انطلاقة هذا الشعار لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان النعيمي قادم مع انطلاقة شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي، وهنالك تقدم من قبل الدرعية والسايحة لعبيد بن سالم بن سعيد الكعبي مع المركز الثالث، المركز الرابع تواجد النعيمي، ولكن دعوني أذهب مع بن مرخان، دعوني أذهب مع انطلاقة حضور ومع تقدم حضور، حضور مع الصدارة، نهابة قادمة، حضور نهابة، نهابة حضور، السيارة لمن؟ الناموس الغالي لمن؟ نهابة، نهابة، نهابة مع الصدارة، تنهب الصدارة، تنهب السيارة، تنهب الناموس مع مسلم بن علي بن دري المنصوري مع المقدمة ومع القيادة السليمة، ولكن ما زالت حضور بدائرة المنافسة بالحوار الثنائي، ولكن نهابة، نهابة مع المقدمة مع الصدارة تنتزع السيارة القالية في هذا المهرجان. سلام بن دري، سلام، سلام نهابة، سلام، سلام وتحية واحترام لمسلم بن علي بن دري المنصوري على هذا الفوز المستحق. المراكز حضور لمحمد وصدى بن مرخان المركز الثالث، كان الوصول مغيب الساحة لعبيد بن سالم بن سعيد الكعبي المركز الرابع، كان القدوم على رابع المراكز وعلى رابع التحديات شقرة لفهد بن حسين بن فهد رمضان النعيم المركز الخامس، كان القدوم من زاهية لزايد بن منصور بن غانم سيف الخيارين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، انقضت مجريات شوطنا وهو شوط الختام لهذه الفترة المسائية ولهذه الأمسية الجميلة الشيقة التي تابعنا فيها المنافسات الرائعة، وتوزعت التهاني ما بين هنا وهناك، ما بين أيضا دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وأيضا في أيضا ميدان الشحانية بدولة قطر. نتابع نهابة مع أول المراكز، 12 دقيقة 36 ثانية، 83 جزء من الثانية، التهاني والتبريكات نزف المسلب بن علي بن ري المنصور المركز الثاني حضور، 12 دقيقة 37 ثانية 59 جزء من الثانية، التهاني والتبريكات محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي المركز الثالث، كان الوصول من قبل السايحة، توقيت الزمن 12 دقيقة 41 ثانية 83 جزء من الثانية، التهاني والتبريكات لعبيد بن سالم بن سعيد الكعبي على هذا الفوز المستحق في ثالث المراكز. إذا مش